تتواصل فعاليات وبرامج مخيم الراوي الصيفي المنظم من قبل مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث، وتستهدف الأطفال خلال فترة الصيف. في إطار دور مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث في حماية التراث وصونه ونقله للأجيال المقبلة، تتواصل أنشطة مخيم الراوي الصيفية بباقة من البرامج الهادفة لإنعاش الذاكرة التراثية لدى الأطفال المشاركين وسط أنشطة متنوعة. في هذا المخيم نريد أن يعني نكسب الأطفال مهارات جد مهمة، وهي مهارة إلقاء وسرد الحكايات، وأيضاً التعرف على بعض عناصر ومكونات تراثنا الثقافي في دولة الإمارات. خصوصاً هنا ركزنا على النباتات الموجودة لدينا في دولة الإمارات، مسمياتها، زراعتها، البيئة المناسبة لهذه النباتات، وفي أي بيئة تحديداً تزرع هذه النباتات. أيضاً هناك ورش متنوعة وعديدة. فعاليات مخيم الراوي تعليمية تفاعلية تقدم مادة شائقة تصب جميعها في عالم التراث، بحيث تعزز وتكسب الأطفال الكثير من المعارف والقيم المتنوعة. شاركت في مخيم راوي الصيفي وتعلمنا وايد أشياء ومشكورين على هذا الشيء، وتحية مني لكم. واليوم الأستاذ علمنا عن خطوط العربية وتعلمنا وايد أشياء، وأنا أشكر هالأستاذ لأنه علمنا خطوط وايد حلوة وجميلة. كتير تسليت في المخيم الصيفي وهذا أكثر مكان حبيته، وكمان تعلمنا فيه كيف نصنع أشجار وأشياء، وتعلمنا الخط العربي وشو أنواع الخط العربي. حبيت المخيم الصيفي وكتبنا فيه الخط العربي كتير، كانت الحصة ممتعة جدا. دخلت المخيم وأستاذ علمني اللغة العربية، درسنا وعلمني عن الثلاثي وعلمني كيف أكتب وكل شيء، وكيف وايد كتبت أشياء من عنده، وايد كانت حصتها فنانة وراعية. أنا استفدت أول شيء مال هذا، بعدين استفدت مال الدمية لأن عيبتنا أكثر شيء هي الدمية، بعدين استفدنا مال شو اسمه يوم كنا نسوي الوردة، وردة زرعناها في البيت. هذا ومن أهداف مخيم الراوي الصيفي إفادة الأطفال من عطلة، فهذه الأجواء موائمة للتعلم والكشف عن مواهبهم والتعبير عنها عبر التفاعل مع الورش التي تغطي مجالات متنوعة.